ألف سلام عليك يا دكتور حسن. دكتور حسن مصطفى رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد تعرض لوعكة صحية وتم نقله إلى أحد المستشفيات. سلامتك يا دكتور حسن، وربنا يشفيك ويقومك بالسلامة، وإن شاء الله إن شاء الله ترجع لمحبيك ولأسرتك ولكل حبايبك ولكل محبين الدكتور حسن مصطفى على خير، ودايما هنوافيكم بكل الأخبار الخاصة بدكتور حسن مصطفى. ألف سلام عليك يا دكتور حسن.